مواجهة بين وزيري الصحة والمالية في السودان شغلت الرأي العام ومواقع التواصل. هذه المواجهة تفجرت باتهام وجهه وزير الصحة السوداني أكرم التوم لوزير المالية إبراهيم البدوي، حيث اتهمه بصرف الأموال القادمة من الخارج لمكافحة كورونا على كهرباء مدينة بورت سودان وتسديد مستحقات المبتعثين للخارج وغيرها من الأمور. هذا الاتهام كان قد جاء في خطاب مسرب، وقال في وزير الصحة السوداني لوزير المالية أنه بيأسف لعجز وزارة المالية عن تسديد فاتورة الدواء منذ ديسمبر 2019. الخطاب الواضح أمامكم حث في التوم وزير المالية على تحويل المبالغ المطلوبة بحلول اليوم الاثنين 15 يونيو الجاري، وذلك لحساب الإمدادات الطبية لتفادي الوقوع في مستوى أسوأ من الكارثة الصحية التي تعيشها البلاد. وقال في حرفيا: نذكركم بأن زمن انفراد المالية بتحديد موارد الوزارات الأخرى قد انتهى بعد الثورة. ولفت التوم إلى أنه أي تراجع عن تنفيذ الدعم لقطاع الصحة ستكون له آثار سلبية على صحة المواطن. وبعد تداول المواجهة والاتهامات اللي صارت بين وزير الصحة والمالية بشكل علني، خرج أول تعليق من وزير الصحة الدكتور أكرم التوم على الموضوع، وهذا خلال حديثه بمؤتمر الرابطة النوبية بالمملكة المتحدة اللي بث بالأمس عبر تطبيق زوم. الدكتور إبراهيم البدوي صديق عزيز ورجل مفضال ومهذب وأخ، عرفته وتشرفت بمعرفته قبل الثورة. الفرق الرئيسي شنو؟ خلافات شفافة، خلافات مهنية لا تفسد للود قضية أبداً أبداً، خلافات بيتم حسمها بأشكال مؤسسية منظمة، نهائي ما فيها تشكيك ولا تخوين بالطرق اللي قالوها بعض الناس في الأسافير واللي لسه بحاولين يصطادوا فيها بعض الناس. زي ما سمعنا، التوم نفى وجود خلاف بينه وبين وزير المالية، وأكدوا أن إبراهيم البدوي أخ عزيز، ليقوم الأخير بالتعليق هو الآخر على الموضوع عبر حسابه على تويتر بعدما وجه له أحد المتابعين السؤالين اللي شايفينهم، وقال له: من هو المتسبب في أزمة الدواء؟ وما هو تعليقك على ما ورد في تسريب لخطاب داخلي من وزير الصحة حول أزمة الدواء؟ إجابة وزير المالية السوداني جاءت كالتالي، وهو أن قواعد العمل في الدولة بتلزمه بعدم التطرق للمراسلات الداخلية، وأنه اللي بيشغله الآن الحل العاجل لأزمة الدواء، وقال أنه طلب من رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتحقق في هذا الشأن، مؤكدا التزام وزارته مبدأ الشفافية وتمليك الحقائق للشعب. طيب، تنضم إلينا في الاستوديو زميلتنا في غرفة الأخبار الصحفية رفيدة ياسين. أهلا فيك معنا يا رفيدة، أحكي لنا خفايا هذا الخلاف، هل فعلا في خلاف كبير الآن يدور في السودان؟ هو هناك أزمة، هذه هي حقيقة ماثلة الآن، ليس فقط بسبب التعامل مع جائحة كورونا في السودان، ولكن الأزمة السياسية أيضا وقع الكثير من السودانيين ضحيتها الآن في هذا التوقيت. يبدو أن المكونات السياسية المختلفة كانت متوحدة حول هدف واحد، هو إسقاط البشير في فترة الثورة. الآن بعد أن ذهب البشير ظهرت الخلافات بين المكونات السياسية، باعتبار أن عدد من الوزراء لهم خلفيات مختلفة عن بعضهم البعض. أيوة. فبدأت تظهر الخلافات بعدما تخطوا الهدف الأول ما بعد البشير. الآن في الفترة الانتقالية يرى الكثير من الناس أنه لا يجب أن تكون هنالك خلافات بسبب وجود مرجعية تحكم جميع هذه الأطراف بالنسبة للحكومة الانتقالية، وهي الوثيقة الدستورية التي وقعت العام الماضي في 2019، وفيها العديد من الأولويات على رأسها أزمة الصحة والقطاع الصحي المتدهور في السودان. بالنسبة لموضوع وزير الصحة السوداني، لم يثر يعني ليست المرة الأولى التي يثير فيها الجدل الوزير، كان هنالك أزمات سابقة، ولكن الآن منها تصريحه الشهير اللي قال فيها للناس أنه ما عندنا خيار. هنا التناقض سارة، يعني في بداية الجائحة ظهر وزير الصحة أكرم التوم واستهتر بجائحة كورونا وقال: نحن تمكنا من إسقاط البشير الذي جلس لقرابة 30 عاما، فهل لن نتمكن من مقاومة فيروس صغير؟ فهذا الاستهتار في البداية
قيمة أو حجم الأزمة رآه البعض أنه جاء وأدرك أنها أزمة كبيرة الآن، فبدأ يتعامل بطريقة مختلفة وقال للناس هذه أزمة حقيقية ولا يوجد لدينا دواء غير بنادول وإلا ربما تموتون. فالجدل الآن ربما من الجهة الأكبر في جهة وزير الصحة. وزير المالية تحدثت مع مصادر من الطرفين لأعكس رؤية كل طرف منهما. وزير المالية يبدو متحفظا، لا يريد أن يخرج الموضوع إلى العلن، طلب من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أن يقوم بتكوين لجنة تحقيق باعتبار أن هذه اتهامات في التعامل مع ما ورد إلى السودان من مساعدات مالية بلغت ملايين الدولارات من الإمارات، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي كان آخرها ربما. يعتبرها يعني تشكيك في الذمة بالضبط. طلب أنه تكون هنالك لجنة تحقيق ورفض أي مراسلات داخلية حتى لا يبدو الأمر للناس كأزمة بين شخصين. أيوة. لكن هنالك خلاف حقيقي، يعني ليس فقط في بين وزارة المالية والصحة ولكن أيضا داخل وزارة الصحة، بين وزير الصحة وفق مصادر وبين عدد كبير من مدراء إدارات الصحة في السودان. إيش نوعية هذا الخلاف؟ وهل بيعكس الكلام اللي بيقولوه الناس على مواقع التواصل أنه فعلا في مساعدات توصل وما بيتم توزيعها وبتختفي هذه المساعدات؟ هي الاتهامات هذه صدرت لوزارة المالية بعدم توزيعها بالشكل المطلوب. وزير المالية رفض هذه الاتهامات وأرجعها لأنه يجب عدم التشكيك ونحن نتعامل بشفافية وسنجمع جميع المراسلات الداخلية وكيفية توزيعها لكافة المجالات أو لكافة الوزارات في السودان، لأن وزارة المالية هي التي تقوم بتقسيم كيفية توزيع هذه الأموال يعني على الوزارات المختلفة. الآن هنالك تبدو لدى البعض حالة إحباط بعض الشيء باعتبار أن الناس يعني يتوقعون من حكومة ما بعد الثورة أن تقوم على معالجة الأزمات الرئيسية. هنالك الآن أزمة دواء حقيقية. عدد كبير. هذه وانتقادات الناس بتلوم وزارة الصحة على طريقة إدارتها لهذا الموضوع. تلوم ليس فقط وزارة الصحة بسبب الأزمة الصحية ولكن بسبب أن الأزمات السياسية تلقي بظلالها على الجانب الصحي، وفي النهاية المتضرر هو الشارع السوداني البسيط، يعني هو الذي بدأ الحراك الشعبي ولحقته الأحزاب السياسية والآن هو الذي يدفع ثمن الأضرار وتداعيات كل الأزمات من بينها جائحة كورونا. أزمة الدواء الآن مستفحلة في السودان، عدد من مدراء الإدارات لديهم خلافات مع وزير الصحة السوداني، لكن وزارة الصحة تريد أن تظهر الأمر بأنه حقوق لديها، تريد أن تحصل على ما تستحق في أو ما يمكنها من معالجة الأزمة في ظل الجائحة. أن الموضوع مو غلطنا نحن بالدرجة الأولى. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة وهذه المعلومات، كانت معنا زميلتنا في غرفة الأخبار الصحفية رفيدة ياسين، شكرا لك.